طيب انا هروح معاكي برضو لبعض الاستفادات الاخرى اللي ممكن يعني فئات كتيره من المجتمع تبقى محتاجاها. بالنسبه للناس اللي عندها ستريس شديد وده بيبقى لا ارادي، حتى لو هم ناس يعني ما فيش في حياتهم مشاكل، بس الستريس كده بيجي من كتر التفكير. في ناس بتقعد تهري عارف مكان شغال، انا اعرف ناس كتير كده. ازاي ممكن يلجأوا للفيتامين، وازاي الفيتامين ده ممكن فعلا يحسن من حياتهم والفكره اصلا، فكره يعني زياده التفكير. الحاجة التانية هروح معاكي، معرفش هل مرتبط ولا لا، حضرتك تفيدينا، فكرة هنا التخسيس، الشراهة في الأكل ممكن أن هي تبقى سبب نقص في الفيتامينز المختلفة، فبنلجأ أن احنا ناكل علشان احنا حاسين بنقص معين والفيتامين ده مش واخد كفايته في جسمنا. هل ممكن لو أنا خدت مكمل غذائي زي مالتي فيت ده لا بالعكس ابتدي أن أنا أخس شوية من خلال أن أنا رادي ما عنديش نقص في أي فيتامينز؟ هبتدي معاكي برضو، انا يعني هونت في السؤال، كنت سألاني سؤال برضو حلو قوي في الاول، بس طيب خلينا نتكلم على الاكل. الاكل طبعا لا غنى عن الاكل الصحي. يمكن بتلاقي مثلا اللي عندهم فقر دم يجروا على الكبده، الكبده كلها حديد. اول ما بتلاقي نفسك بتحب تاكلي كبده كتير، عرف ان عندك نقص في الحديد. الحديد مهم جدا للمناعه، يعني وانا بكريف حاجه او نفسي طبعًا بتبقى رايحه لحاجه، ده بيبقى عشان نقص الفيتامين بتاعها ممكن أكيد. يبقى كده اكيد اكيد. فلكن بتلاقي ايه، تقولي ايه، طب انا باكل كبده وعملت سي بي سي ولقيت الهيموجلوبين واقع ولقيت الفريتين مخزون الحديد واقع، عشان انت ما عملتيش فيتامين سي، ما شفتيش مونيتور بتاع فيتامين سي. أوكي. فلازم اقول ان الب مالتي فيت بيدعم جدا امتصاص الحديد، يعني هي سلسله واحده، اتس سيركل، كله مرتبط ببعضه. طبعا. يمكن كمان اللي بتلاقيهم عندهم نقص في البوتاسيوم بياكلوا موز كتير، بتشوفيها كتير. أيوة فتيجي تعمل لهم تحليل بوتاسيوم بتلاقي البوتاسيوم ناقص. لكن الاكل الصحي لازم نمشي عليه مع الب مالتي فيت، لان الاكل الصحي مش هيدعمني الفيتامينات والمعادن في الدم بالقدر الكافي يوميا. طب انا لما اكل موز كتير مش مفروض البوتاسيوم يظبط ولا برضو بيبقى فيها؟ لا، ما هو مش هينفع تاكلي موز كتير قوي لانه برضو بيبقى فيه نسبه سكر، يعني انت عندك حاجه قصاد حاجه. طب انت عندك العسل الاسود مليان حديد، لكن ما ينفعش نكتر منه عشان ما نعليش السكر في الدم ويجي لنا سكر يعني. تمام. فده مهم. لا احنا مش ناقصين. طيب السؤال الاولاني اللي كان خاص بالستريس، الناس اللي هي والاوفر ثينكرز اللي بيفكروا كتير قوي بيحرقوا، وده بيأثر على جهازهم المناعي وكل حاجه بصراحه. الستريس زي ما انت قلتي، انا على طول بقول نحاول نقلل الستريس. الستات عاطفيين اكتر فطول الوقت قاعدين. والله في رجاله كتير، انا واعرف ناس نماذج 24 ساعه تفكير. فما بفهمش فيه ايه. لازم نريح دماغنا شويه ولازم ناخد الب مالتي فيت، عشان الب مالتي فيت بيدعم الاعصاب جدا واعصاب المخ، وبيدعم جدا الدوره الدمويه، وبيدعم نسبه الكوليسترول في الدم. طيب الستريس مشكله، ان الستريس يعني الكورتيزول اللي بيفرز من الغده الكظريه بيطلع وبيحصل لي مشاكل كتيره جدا في كل اجهزتي والغدد الصماء والحاجات دي. لكن مع الاسترس بنصح جدا باستخدام الب مالتي فيت يوميا، قرص واحد هيظبط الكلام ده كله مع الرياضه. الرياضه مهمه، الرياضه بتطلع النيجاتيف انرجي، بتظبط نسبه، هو الرياضه هو العدو الاول للكورتيزول او الكورتيزونز، فبيقلل لي افراز الكورتيزون. الكورتيزون ما ينفعش يفرز، ما ينفعش ملي زياده او ملي ناقص، فدي حاجه مهمه. لان كمان بيجي فتره مع بعد الاسترس الكتير بتلاقي نفسك تعبتي خلاص الغده الكظريه. بيجي حاجه اسمها ادرينال فاتيج، الغده الكظريه تعبت من افراز الكورتيزون خلاص مش قادره. فنحاول ان احنا نمتص غضبنا، نلعب رياضه، ونستخدم الف مالتي فيت، بس ما نكترش منه، يعني ما ناخدش 3 4 اقراص في اليوم، هو قرص واحد بس. لقيت نفسك بتتحسن، حبيت تجود من نفسك، بلاش يا جماعه. بالظبط. طيب فكره هنا برضو، انا مثلا شخص بخاف جدا، شوف الناس دي، ان في ناس بتخاف على نفسها قوي قوي قوي، تيجي تقول لك لا 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 انا خاف اخد مالتي فيتامين ولا مكمل غذائي ويبقى جسمي مش محتاج يحصل لي تسمم. الافكار دي موجوده عندنا، نرد عليهم ازاي؟ هنرد عليهم واقول لهم عندهم حق اكيد، لكن انا عندي الحاجات اللي نخاف ناخدها لو زادت عن الجسم
فيتامين دال. هو مش موجود فيتامين دال في ألب مالتي فيت، ومش هقول انه مش موجود يعني مش مهم، من اهم الفيتامينات. أوكي. من اهمها. لكن دي بتتخزن في الخلايا، المفروض ما يقلش عن 25 وما يزيدش عن 50. فعشان كده بقول مهم جدا نعرف مستواه، لو لقيته زي النورمال رينج خلاص ما اخدش فيتامين د، لو ما لقيتش اخد سبلمنت ومع الاوميجا اللي موجود في السمك والتونه والحاجات دي كلها مليانه فيتامين د، واشعه الشمس طبعا مهمه جدا، فيتامين كي برضو ناخد بالنا منه، وفيتامين اي. التلات فيتامينز دول هم اللي بيتخزنوا في الخلايا لو حصل اكسيد، مهمين جدا، لكن ما ناخدهمش غير بعد ما نعمل التست بتاعنا. الب مالتي فيت كل الفيتامينات والمعادن اكسيد عن طريق البول والكدني، لانه ما فيهاش ضرر اصلا، ما لهاش ضرر. ونسبها تركيزها طبعا هيئه سلامه الغذاء لما ادت لنا الترخيص عملت تستات وعملت على التراكيز وحطيته على الصيدليه اون شيلف، انه امن جدا ما فيش اي مشكله لو استخدمته يوميا قرص واحد في اليوم. اوكي طيب، بالنسبه لبقى